كلمة الإعلام نور عدون. إعلام نور عدون بالإسكندرية وخرج من القاهرة خلال الأستاذ المحترم ريدو فرنساوي. تفضل سيدي. السلام عليكم. أشكر استضيافي ومعيد مجموعة الحضور على التعرف في اليوم ديت. أنا هبدأ من 2005. 2005 كنا بنمتلئ اسمه بيت النومي. كان عامل تواصل ما بين الجميع كلهم من اسكندرية للقاهرة للكويت لفرنسا لكل المحافظات في كل البلاد. تمام؟ من بيت النومي خرج منهم كلام لبدون بصوت النوبة. وكان كل واحد فينا جوه المنتدى نوبي ماليش بلد. فقلت أنا نوبي ولا خليجي ولا جنسي ولا جعفري. قلت أنا نوبي. فهذا كان هدف تواصل وتوافق ما بيننا. نادي النوبادون نزل على ارض الواقع ليها اعمال خيريه ليها خدمات عامه ليها حفل سنوي ليها تسجيل جميع الشخصيات النوبيه اللي اندثرت واللي موجوده دلوقتي ارينا على ارض الواقع. وكان لينا كمان يعني شرف لينا ان احنا نتعاون مع صلاح الفتاح لاتحاد النوبه اسوان. فكان دي حاجه اسوان محتاجها بنرجع له بنادي طبعا مشكور ان هو بيتعاون معانا. انا بشكر كل الهجوم الاعلاميين بس ليا طلب واحد بس نعمل صفحه للاعلام النوبي النوبي كجعفري كاي شخص لان احنا دلوقتي حاليا في التواصل وعلى الفيسبوك كل فرد ليه صفحه وليه حاجه بيعملها فكم يا جماعه متشتتين في كل الصفحات. لكن لو كنا صفحه واحده بس في اسوان في القاهره في اسكندريه في سويس في اسماعيليه لفايد او فايدين مشاهدين فيها ان شاء الله دلوقتي نتجمع في حاجه واحده بس مع الاعلام النوبي. شكرا لك يا استاذ ميدو. الصفحه مش هتتعمل غير لما يتعمل المجموعه والكيان. يعني الكيان او اللجنه الاعلام اللي هتتعمل هي اللي تعمل الصفحه. ومع اللقاء القادم هيبقى مهم جدا باذن الله تجمع الاعلاميين هو اللي هتطلع بيه مقترحات وتطلع بحاجات كتير في نشاط الاذاعه. استكمالا لكلمه نوبا دول باذن الله. طبعا في صفحه يعني ما شاء الله اسمها صفحه النوبه. احنا لو جبنا الناس الادمي بتوع الصفحه ديت برضه بنطلبوه للاجتماع اللي جاي حاجه في مثلا في صفحه اسمها صفحه النوبه ما شاء الله معديه 500,000 700,000 يعني ما شاء الله الصفحه دي يعني مسكة شباب كتير قوي وانا ادمن في الصفحه ديت. واعتقد ان شاء الله لو جبنا الادمي بتوع الصفحه ديت اكيد هي اللي نوصل معاهم الموضوع ده. تمام لو جبنا الاعلام ليه اولاد كتير وناس كتير لكن انت حضرتك ادمن لك هذه الصفحه حضرتك ليك علاقه بيهم. اتمنى الاجتماع قادم ان شاء الله يبقوا موجودين عشان يعملوا لهم اضافه في الكتاب نص مليون انا اعتقد مسمعين على مستوى العالم. اتمنى باذن الله تعالى كابتن الفتره القادمه تجيبهم وتحط ايدينا كلنا في ايدين بعض ونعمل حاجه تضيف للمجتمع بتاعنا في الكتاب تعالى. استكمالا لكلمه نوبا دول الاسكندريه. استكمالا لكلمه نوبا دول الاسكندريه. الاستاذ ناصر عقيق مش رفض الكلام وقال لك انا راجل بشتغل وراجل بصور انما احنا عندنا في نوبا دول متكلمين كتير منهم ميدو فرنساوي ومنهم رفعت فوق دوشه رفعت عوض الله. السلام عليكم. أنا الأول بشكر كابتن ياسر وكمان مرور على الاستضافة الكريمة دي. وطبعا أنا مش هضيف حاجة أكتر من اللي هو القنوات الموجودين الإعلاميين. بس أنا عايز طلب صغير أضيفه على اللي قالوه طبعا إن إحنا ثلاث أرباعنا ما يعرفش بعض يعني تقريبا. صح كده ولا أنا ببالغ؟ ولا أنا ببالغ يعني؟ اتفضل حبيبي. إحنا عايزين برضه زي ما قال مينا وقال قبلنا برضه إن إحنا عايزين برضه نعمل صفحة أو بالإشارات اللي عملها كابتن ياسر إن إحنا نكون بعضينا على الأقل يعني نكون كلنا مع بعضينا ونعمل جروب للإعلاميين. تمام كده يا باشا. وكل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله يعني دي مش أول مرة وإن شاء الله في المرات القادمة ونطلع بقى النهاردة تعاون بس المرة الجاية إن شاء الله يكون في أفكار مثمرة وفي تقدم إن شاء الله.
شكرا. السلام عليكم. شكرا استاذ. على فكره اهم حاجه في الانتداب ازاي نتجمع. الحمد لله اتجمعنا. المره الجايه زي ما حضرتك اتكلمت من منتخب مصر الكابتن بتاعت ورش العمل خصوصيه ليكم انتوا فقط. احنا جمعنا هنرجع خاتم الكلب وحضراتكم هتكونوا في كل الدور بتاعكم مشيت الله عشان انتوا متخصصين. تمام انا كابتن. انا لاحظت ان في حد كان بياخد بمانيفستو بياخد اسامينا بالارقام التليفونات. يعني في بدايه ان احنا يبقى في تواصل يعني نقول ربع سنوي. يعني لو شهري هتبقى انا عارف ان في ناس كتير بتروح العمل. فلو ربع سنوي تبقى جميله جدا يعني. طب ايه رايك حضرتك معانا عشان انا محاسب فبتكلم بربع سنوي معلش يعني. ايه رايكم بعد بس ما تقعدوا ان شاء الله لو اقترحت عليكم انتوا تعملوا ان شاء الله التجمعات ما تبقاش في القاهره. يعني كل زي ما بتقول حضرتك ثلاث شهور او كده مره في القاهره مره في الاسكندريه. المره اللي هتبقى في مصر النوبة او اسوان هي في العيد الكبير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا عايز اتابع عن الاستاذ عبد الفتاح عشان نتلاحظ برضه ان لازم نادي الاتحاد النوبي في اسوان لازم يكون في متحدث رسمي. انا مش لاقي متحدث رسمي غير الاستاذ عبد الفتاح هو اللي بينزل على صفحته الشخصيه. فلازم يكون في اعلان متخصص ومتحدث رسمي يبقى في تواصل ان شاء الله في تقدم ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله خير ان شاء الله خير. شكرا. شكرا ليك يا استاذ رفعت.